الحياة بعد شد وجذب طويل في الجولة الأولى تبعنا ثلاث مباريات. أمانة بغداد خسر من نفط الوسط بهدف، النجف فاز على الصناعات الكهربائية بثلاثية، أما ديربي بغداد بين الزهراء والطلبة فتفاصيله مع معاذ خلوف. سيل للزهراء عالية الله. نعم، هي خير بداية لمشوار طويل في الدوري العراقي، الأكيد فيه أن الفرجة الجماهيرية سترسم دوما ابتسامة على وجوهنا. كم أنت كبير يا عراق. أحبتي متابعي العراقي، قطرة حبر أولى خطت معها أول فصول رواية جميلة، تفاصيلها أن الديربي بين النوارس والأنيق سيحمل في شوط أول جسا للنبض مشروع. باسم قاسم راقب لقاء سيحاول فيه الأزرق خطف أول الأفراح، وسلاحه في مبتغاه سيكون التسديد ثم التسديد. ولو أن أحمد خلف بالمقابل بدا أنه ركز على اللعب من الأجنحة في أجواء جماهيرية خرافية. جماهير زوراء. الطلب استمر ساعيا ومطالبا بأكثر من استمرار للعب في لقطة جدلية على أرض الميدان. الأول لم يرتقي للمنشود الذي عكس سعيه متحولا لأبيض، طالب بركلة جزاء ما لاقت لها سمعا عند قاضي اللقاء، اللقاء الذي سار سجالا في محاولاته. أما تهديده فكان الأخطر من محمد جفال، من كاد لولا العارضة أن يقص شريط أول الأهداف. الله للأنيق، الله 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 الله. ما تغير في السيناريو الكثير، خجل البدايات قدم لنا ديربي فيه بعض العتب، ولو أن طرد كرار محمد ساهم فيما ساهم من تراجع الطلبة دفاعيا واعتمادهم على المرتدات التي لو نجح في ترجمة إحداها حيدر حسين هدفا لا تغير في سير المجريات الكثير. كثير ما حضر قليله إلا في الخواتيم، مهند عبد الرحيم يخطف أولى نقاط النوارس في الدوري العراقي. معاذ خلوف، صدى الملاعب في المكان السليم. طبعا نتمنى